النهارده باقي الليفر وهناخد انيتي دو ان شين ا ليكول، يعني كلب بالمدرسه. ان شين ا ليكول. عندنا فوكابيلير، الاول الكلمات المذكر اللي هي ماسكولان زي كلمه ان شين، ان كوبان صديق، ان وازو عصفور، ان شا قط، ان را فأر. أنا مي صديق، وكوبان ممكن تيجي معنا زميل أو صديق أو رفيق، وأمي صديق. أرون دائرة، أنا نيمال حيوان، أم بيجون حمامة. كلمات المؤنثة فيمينا، أون سوغي فأر أو فارة، أون كلاس فصل، أون جرونوي ضفدعة، أون شات قطة، إن مترس مدرسة أو مترس. هناخد بعد كده الصفات، ميشون يعني وحش، ميشونت شرير أو وحش، و على طبعا ده فيمينا وده أخدناه في الأونيتي اللي فات، تقدروا تشوفوه في الفيديو اللي هو التحوير للمؤنث. فار قوي، فارت قوية، بتي صغير، بتيت صغيرة، لور ثقيل، لورد ثقيلة، انتليجون ذكي، انتليجونت ذكية، ليجي خفيف، ليجير خفيفة، جران كبير، جروند كبيرة، بو جميل، بل جميلة، رو سعيد، روز سعيدة، فيو راجل عجوز أو شخص كبير في السن، فيي يعني كبيرة في السن. هناخد بعد كده الفرب، وكنا اتكلمنا عن الأفعال في اليونيت اللي فاتت، هنكمل ونقول أفعال المجموعة الأولى اللي هي بتنتهي بـ -er زي كلمة ناجي يعوم يسبح يعني، إيمي يحب، كارسي زي ما بنعمل كارسي للشياء أو الشاي يعني نطبطب عليها، فولي يطير، رجاردي يرى أو ينظر. أفعال المجموعة الثالثة ودي كلها بتبقى من أفعال الشاذة، اتر يكون، افوار يملك، فير يفعل، سافوار يعرف، فولوار يريد. زي ما قلنا في اليونيتي قبل كده إنه بيبقى عندنا في كل وحدة مجموعة من الإكسبريسيون، يعني مجموعة من المصطلحات اللي المفروض إن إحنا نكون عارفينها بالعربي وبالفرنسي. فأول حاجة لو أنا عايزة أعبر عن الغضب أقول أو زت، لو عايزة أقول ماذا يحدث هنا هقول كاسكو سو باس إيسي، من هذا مين ده كيس، ما هذا إيه ده كاسكو سي، الكلب يعض، لشيان مار، الطالب ذكي ولطيف، يعني الكلب ذكي ولطيف هقول le chien est intelligent et gentil، ذكي ولطيف. فكرة جيدة هقول c'est une bonne idée. أفعال الوحدة دي verb mordre يعني يعض، زي ما قلنا إن هو من أفعال المجموعة الثالثة، فبيكون je mords, tu mords، il elle mord، nous mordons، vous mordez، il elle mord. verbe savoir يعرف، je sais، tu sais، il elle sait، nous savons، vous savez، il elle savent. هناخد الحيوانات، وأول حيوانات عندنا الحيوانات المتوحشة les animaux sauvages، le lion الأسد، le tigre النمر، la panthère الفهد، le zèbre الحمار الوحشي. les animaux de la ferme حيوانات المزرعة، le mouton الخروف، l'âne الحمار، le canard البطة، la poule الفرخة، la chèvre المعزة، le poussin الكتكوت، le lapin الأرنب. Les animaux domestiques الحيوانات اللي احنا ممكن نربيها في البيت، الأليفة، le chien الكلب،
لشا القط، أو القط القطة اللي هي لشات، لبواسون سمك، للزوازو العصافير، ودي جمع وازو اللي خدناها في الأول، لو لابان الأرنب، لا تورتو السلحفاة، لو بيروكي البغبغان.